أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 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 ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نذيرا کے اوپر اگر ہم وقف کریں گے تو را کے بعد جو الف ہے صرف ایک الف ہی پڑھیں گے نذيرا اگر ملا کے ہم دوسری آیت کے ساتھ اس کو ملائیں گے ملا کے پڑھیں گے تو پھر نذيرا کی جو را ہے اس کے اوپر صرف زبر پڑھیں گے اور نون کے نیچے زیر پڑھیں گے اور اس کو لام کے ساتھ ملا دیں گے جو دوسری آیت کے شروع میں لام آ رہی ہے الذی کی جیسے نذيرا للذی نذيرا للذی پھر را کے بعد الف نہیں پڑھیں گے نذيرا للذی نذيرا للذی نذيرا للذي نذيرا للذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض اگر ہم نذيرا پر وقف کریں گے تو دوسری آیت کو اگر ہم دوسرے سانس میں پڑھیں گے تو پھر ہم الذی پڑھیں گے یعنی کہ الذی کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے الذی الذی له ملک السماوات والارض الذی 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 له ملک السماوات والارض الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم.